السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعواشركم مباركه، باش ما تمنيتوا بصحه وسلامه كل ما تمنيتوا يا ربي. سمحوا لي ما غتفهم والو. انا دابا هذه اللحظه هذه فاش انا كنصور لكم، هذه 4:15 بالضبط، يلاه ود العصر خصني نوض. حيت جيت باش نخوي لاكارت ميموار عمرات ليا، ولقيت انني سوبريميت عن غير قصد سوبريميت لا بارتي الاولى كلها ديال الفيديو. فاش كنت كنقول لكم عواشكم مبروكه، لقيت نيشان، دخلت نيشان في اللحظه فاش مشيت تركت ماما. فغادي ندوزو دابا، غادي نخليكم تكملوا الفيديو. نورمالمون كنت بديت لكم الفيديو في الاول فاش ديت عيسى للمدرسه، يعني باش ما يجيوكمش الاحداث مخربقين. ديت عيسى للمدرسه قبل ما ندي طرقنا والو ماما باش نديو عيسى، ومن موراها غادي نمشيو للسوق. فدابا غادي نخليكم مع الاحداث وكملوا الفيديو وطلعوا لي في ريوسكم وفرجه ممتعه. قبل من هذا الشيء ما تنسايش، الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ضغطي على زر الاشتراك وضغطوا على زر الاعجاب باش تشجعوني على انني نداوم في لي فيديو. وخليكم في الفيديو باش تعرفوا انت غنبقى نحط لكم الفيديوهات في هضر رمضان. السلام عليكم. غادي نبغي نقول لكم ثلاثه ديال الحوايج مهمين بزاف قبل ما نبدا الفلوغ. خليك كيف قلت لكم ثلاثه ديال الحوايج انا وصلت لعند ماما. ثلاثه ديال الحوايج اللي بغي نقول لكم هو اول حاجه غادي نبقى نحط لكم الفيديوهات يوميا الا قدرني الله. غنحل صحابو غادي نهبطوا راه ما هبطيش عيسى، راه باقي غادي للمدرسه. غادي نبقى نحط لكم الفيديو يوميا الا قدرني الله. المهم غادي نحاول نبقى نصور لكم كاع دوك الوصفات وداكشي اللي كيكون في هذا، حيت بزاف منكم كانوا طلبوها عليا. كنت عقلت داك العام درتها لكم، بديت كندير لكم فيديوهات يوميا في الاول، من بعد بديت كندير نهار انا لا ما قدرتش. فغادي نشوف هذا العام هذا قدرت مزيان ما قدرتش. كنظن الوقت غادي يعاوني شويه، خصوصا ان عيسى غادي يبقى يكون في المدرسه، يعني نقدر بقى نحط لكم فيديوهات. ما علينا. ثاني حاجه هي الناس اللي غادي يسولوني على مسائل دينية وداكشي، هاد القناه هادي ماشي غادي نوريكم كيفاش تصلي ولا داكشي كامل، حيت هادشي راه شي حاجه مفروغ منها و زعما ماشي شي حاجه اللي عاد غادي نوريكم. وثالث حاجه الفيديوهات غادي يبقاو يكونوا دائما مع الوحده النهار. هاي مامتي الوحده النهار، يعني دائما الوحده الا تعطلت كاع مع الجوج ان شاء الله. ما باقي بوقا بالناس. قولها صباح الخير. صباح الخير الزين ديالي. دير لها بيجو. دير لها بيجو. بغيتيش عاوتاني نجلس في القدام؟ راه مما الحوايج زعما باش نسال بالصحة. بالصحة. هادو راه قدام. هذا زوين. بالصحة زوين. يلا عندك لوجو. يلا. نيتا تقومني. حطيت ماما. تعطلنا في السوق 11 هادي، وانا خصني مازال نمشي نوجد الغداء لعيسى باش يديه ليه بابا، حيت هاديك الوقت غادي يخرج معايا ل 12، يعني خصني نسربي سربي سربي باش هكذايا يديه ليه قبل ما يمشي حتى هو لخدمته. المهم كيف كيبان لكم جرى 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 الكفاح، حيت طلعت في الزنقة لا فوت ديالي صراحة. المهم انا غرضي دابا هو انني كيبان لكم بحوايجي، حيت غرضي هو انني نوجد لعيسى الغدا ديالو باش يمشي ليه، وديك الساعة عاد غادي نمشي ونبدل عليا وندير داكشي اللي خصني ندير، وعاد ندخل الكوزينة ونوريكم كلشي. المهم انا كنوريكم شوية د الماراطون اللي دوزت. ندير الغدا في هنايا في هاد هادي ديال الزاج، وعندها هادي كتسد مزيان. صيبت ليه لي بات بالخضره، درت كورجيطه وخيزو وحكيتهم وشويه د لاصوص طوماط وشويه د لادند، ولي بات هما كيطيبو تما صافي قربو يطيبو، نخلطهم ندير لهم شويه د الفرماج الاحمر حيت كيعجبو، وديك الساعه نديرهم ليه هنايا صافي. وغادي دابا نوجد غير البواطه ديال الكوتي. دابا انا المكسرات، المكسرات ما كياكلوهمش ياك، ولكن شنو كندير؟ كنمشي كنخوي التمر هكذايا من الوسط وكنعمرو ليه هكذايا، حيت التمر هو عزيز عليه، يعني لافونتاج اللي عندي هو ان التمر عزيز عليه. كنخوي هكذايا التمره من الوسط كنعمرها ليه هكذايا، دابا مثلا هادي درت فيها اكاجو وكنحطها ليه، كيجي هو كياكلهم كيسحب ليه راسو خاويين.
كيتصحاب لي زعما غير الطما فهمتوا، يعني هذا هو القلب اللي كنقدر ندير ليه باش يقدر ياكل المكسرات. كانوا عزاز عليه من بعد ما بقاش كيبغيهم كاع، ولكن كنديرهم ليه بالطريقه هذه حيت الصراحه مفيدين بزاف. يعني دابا غادي عاوتاني ندير شويه كركاعه، المهم هذيك لا راه مزيان. 5 ديال الطماط مع لي بات، نحط لي معلقه زيت. صافي انا درت لي شويه من الفواكه، وهذه خليت فيها الطماطات. صافي هادشي اللي غادي نعطي بركه عليه حتى يجي ان شاء الله باش اصلا يخرجوا مع الربا. انا رجعت هانتوما شوفوا الكوزينه دابا كي دايره، دابا مع ضربه عليها الشعاع ما كيبان والو. ما هو لي وريكم اول حاجه غادي ندير هو انني غادي نصطف الخضره ونصطف داكشي كامل في الثلاجه. عاد ديك الساعه غادي نبدا ان شاء الله. شوفوا الكوزينه دابا يجيب لكم الله واش ما تجمعاتش كاع نهائيا، وهي لا هي راه جمعتها قبل زعما البارح بالليل، جمعتها كلها، سيقتها قديتها زعما صافي مقاده كلها. حيت انا هكا كندير، يعني الناس اللي كيتبعوني عارفين انه في رمضان كنبقى نجمع الدار بالليل باش هكذايا كتصبح عندي الدار نقيه. غير دابا مع الصخره وكلشي انتما كلشي محطوط في الارض ما كيبانش ليكم، شفتوا وعاد الروينه وداكشي. يعني عندي الدنيا شويه هكا، غادي نجمعها وديك الساعه ندوز معكم الوصفات ان شاء الله. انا اول حاجه سبقت بها هي الحريره، حنا الحامضه هي ضروري خصها تكون عندنا في الدار. راجلي ما يقدرش ما كيبغيش يشرب اي حاجه، كيقول لك ضروري يعني دوك الحسوات وداك الشيء كيقول لك رمضان هو الحريره. فكنصيب ديما ديال يومين هي اللي كنصيب، ما كنحطها في الثلاجه، تغد لي كنسخنها صافي. يعني عاوتاني النهار الثالث كنعاود نصيب حريره، يعني هذه دابا ديال يومين. خلاص راكم عارفين الحريره كلها وكي كيدير ليها ان شاء الله. الناس اللي مهتمين، الناس الجزائر و يعني اللي ما عندهمش هكذا يا حريره مغربيه قولوا عليا الا كنتو مهتمين، عاود نصيب عليكم في فيديو وحده اخرى. صافي غادي نسد على الكوكوت غير حتى يطيبوا لينا، ونزيد الماء ونحطوا راه حتى الاخر كاع ماشي دابا. المهم انا غرضي هو يطيب. هنايا بالنسبه للحلوه يعني حاجه بارده، اللي درت هو انني هزيت واحد الاطار هكذا مربع، درت تحت منه واحد ورق الطهي، وهزيت البسكوي وطحنته مع شويه ديال الزبده. صافي ودابا كما كتشوفوا كنوزعوا بهذه الطريقه هذه في الاطار، وغادي ندخلوا للثلاجه باش يبرد. المهم غير باش يشد شويه في راسه بما وجدت الطبقات الاخرين. فبالنسبه للطبقه الثانيه غادي ندير فيها واحد الكولي ديال الفريز. هزيت الفريز هكذايا غسلته وقطعته عشوائي، وغادي نزيد عليه واحد 4 ديال المعالق ديال السنيده، وغادي نديرهم فوق العافيه يطيبوا على عافيه مهيله. المهم حتى يطيبوا لينا مزيان، عاد ديك الساعه غادي غير نمعكهم بالفرشيطه فقط. بعد ما طاب لينا غادي غير نبلغوا هكذايا بالفرشيطه، ما غاديش نطحنوا. دابا عندي هنايا جوج وراق ديال الجيلاتين اللي فزكتهم في الماء. الناس اللي غادي يسولوني باش ممكن نعمدو نعوضو الجيلاتين، هذا راه كيكون ماشي، راه مكتوبه فيه الحلال، راه ماشي حرام. هنايا محدو سخون، بلاتي نشرح لكم هو الاول، عاد ديك الساعه نقول لكم باش ممكن تعوضوه. محدو مازال سخون، كنخلطو باش يدوب لينا داك الجيلاتين. صافي الناس اللي غيسولوني باش ممكن نعوضو الجيلاتين، تقدروا تعوضوا بداك اكاراكار، يعني هو اللي ممكن تعوضوا به، ولكن الجيلاتين ضروري. ناخذ المول ديالي، انا حطيته في هذا البلاطو هذا حيت ما عنديش تبصيل مربع لي كومبلا، خاصني شي حاجه بلا ديك الساعه ملي صافي تجمع كلشي غنهزاكم نحط لي جان في التبصيل. سمحوا لي ما رديتش البال صاحبني كنصور. المهم هزيت نص ديال هذا الكولي هذا ديال الفريز، وخويته هنايا فوق البسكوي نيشان، وزعته بحال هكا، وغادي نعاود نرجعو للثلاجه باش يبرد لينا، يعني يشد لينا بما وجدنا الطبقه الثانيه.
دابا غادي ناخذ 200 مليلتر ديال لا كريم فريش. هنايا خديتو لالا نضرب واحد تولي شونتيي اللي بحال هكا، يعني ملي تقلبوها ما طيحش. هذه هي بحال هكا، غادي نخليها هنايا، غادي نخليها هنايا وغادي ندوز باش نوجد المقادير الاخرى. يا خديت هاد الشوكولاط هذا، خصو يكون شوكولاط هكذا غيش، المهم شوكولا غيش، اي شوكولا عندكم بالحقي، ما يكونش هذاك ديال 4 دريال وداكشي، يكون شي واحد اللي يكون من نوع الرفيع، هذا كيتباع عند صحاب الحلويات. هذا كيتسمى شوكولا غيش، المهم خصو في البيض. غادي نذوبو بلا زيت بلا حتى حاجه، يعني كيتشعل لي فيها غير تكون مهيله، اولا ذوبوا في حمام مريم اللي بغيتوا. المهم الا خفتوا يتحرق لكم ذوبوا في حمام مريم. في نفس الوقت غادي ناخذ جبنه الماسكاربون، هذه باش كنصايب التيراميسو، تقدروا تاخذوا اي جبنه كاينه عندكم، شي جبنه تكون مثلا فيلادلفيا اولا ما عرفتش، المهم اي حاجه. انا غادي ناخذ هذه العلبه هذه ديال 250 غرام، غادي نخويها هنايا. هادي المذاق ديالها الصراحه رائع بزاف، جبنه المسكربون كيكون المذاق ديالها زوين، هي باش كنصايبو التيراميسو الناس اللي ما عارفينهاش. باش ما تجيش صعيبه، ها هو بعد ما ذوبتو الريحه ديالته كتجي زوينه بزاف. غادي نزيدها على ديك الجبنه الماسكاربون. بالنسبه لشحال ديال الشوكولاته البنات، درت غير 200 غرام اللي درت، بس غادي يسولو تجيو تخلطو مع الشوكولاتة، هانتوما شفتو كيقصح، يعني خصكم ليها شوية الجهد، ولا ما عندكمش الجهد ديرو بحالي ديرو الباطو. غادي نبقى نزيد شوية شوية بشوية في لاكخيم فخاش غير حتى ينسجم. نورمالمون خصكم تقربو غير بالطراب اليدوي، أنا منقدرش الصراحة، غادي ندير غير شوية. شويه بشويه باش تنسجم ليك، دابا هكا كتجي ساهله. صرت ثلاثه الوراق ديال الجيلاتين، غادي نديرهم يذوبوا. الناس اللي كيخافوا، يعني الناس اللي معمرهم ما سخنوا الجيلاتين، حاولوا تسخنوه في هذا في حمام مريم، حيت هو دغيا كيسخن ودغيا كيتحرق، يعني ما خصوش يغلى لينا، خصنا غير نسخنوه صافي. يعني الناس اللي خايفين يديروا في حمام مريم، ندير ليه دغيا باش غير يدوب. وانا غادي نزيدو عليه شويه ديال الكريمه، عمركم ما تخويونيش انا على الكريمه حيت غادي تهبط لكم، يعني نزيدو شويه على الكريمه ونخلطو عاد ديك الساعه نخلطو كلشي معاه غير باش يبرد لينا. كنحركو في داك الجيلاتين، هو ممكن انكم ما ديروش الجيلاتين في هذه القضيه هذه بالحق، تخافوا لا تهبط ليكم، يعني فاش تبرد تخافوا لا ما تجيو بداو تقطعوها وداكشي وانتم كتاكلوه هي كتذوب. يعني من الاحسن ديروا معاها الجيلاتين واخا ورقه ولا جوج، ما تخافوا من والو. فهنايا خرجتو من الثلاجه، غادي نبدا نعمر ديك الساعه بلا كريم، لا كريم اللي صوبنا. المهم غادي نحاول نوزعها مزيان ونقادها، خاصها تجي مقاده، وغادي نخوي عليها شويه ديال الفريز. الفريز بطبيعه الحال مغسول ومنقي ومقطع هكذا مربعات، وعاد ديك الساعه كندير الطبقه الاخرى ديال الكريمه من الفوق، وكنزيد يعني نوزعها مزيان مزيان،
صافي. اللي كندير هو انني كان ناخد داك الكولي ديال الفرايز اللي بقى لنا، يعني داك النص الاخر اللي بقى لنا، كنعاود نسخنه شويه حيت كيكون جمد ليا واحد شويه مع الجيلاتين اللي فيه. صافي كنسخنو غير شويه غير شويه، زعما غير يدوب شويه، وديك الساعه كنعاود نخويه كطبقه اخرى فوق من الكريمه اللي درنا. عاد كناخد عاوتاني شويه ديال البسكوي اللي كنكون طحنته ديجا مع شويه ديال الزبده. كيخص يكون بحال هكا، يعني بحال الرمله، وكنحطو من الفوق، يعني كنحاول نقدو غير هكذا بيديا. صافي وكندخلوها للكونجيلاتور، خاصها تكون نحطوها في الكونجيلاتور على الاقل 4 ديال السوايع. عاد ديك الساعه كنهبطوها للثلاجه. ف كيف قلت لكم تقدروا تصيبوها الليله كلها تكون في الثلاجه، يعني تحطوها في الكونجيلاتور الليله كلها مثلا، وتحطوها الغد ليه في الثلاجه في الوقت زعما فاش غادي تحتاجوها. اولا كيف درت انايا، حطيتها في الكونجيلاتور 4 ديال السوايع، صافي حتى قرب وقت الفطور عادي كساحيتها من الكونجيلاتور ودرتها في الثلاجه. عندي في بالنسبه للوصفه الثانيه اللي هي المالحه، عندي هنا صدر ديال الدجاج طيبته مع ورق الموسى، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الملحه. صافي غادي نديرهم في الهاشوار باش نطحنهم. تقدروا ديروهم في هذيك ديال المطيشه، عرفتوا هذيك الطحانه هكذا ديال السردين او لا. المهم هذا راني سلقته، كيف كتشوفوا راه طايب. نطحنوا بحال هذا الشكل، هذا يعني كيجي بحال الكفته. غادي ناخد واحد هكذا جوج معالق ديال الزبده، ديال البوارو او لا البورو، نخليهم يتشحروا مزيان يعني حتى يدبا لينا هاد الفوار هذا، ونكمل. دابا غادي ندوزو للمقادير ديال الحشوه اللي قلت لكم غادي نديروها في يعني مالحه. هنايا داك هنايا عندنا داك الهبره ديال الدجاج اللي قلت لكم، يعني الصدر ديال الدجاج اللي طيبناه وسلقناه وطحناه. هنايا عندي البوارو اللي شحرت في شويه ديال الزبده، غادي نزيد دابا معدنوس، نقول كياس واحد 3 معالق هكداك ديال المعدنوس، غادي نزيد واحد نص علبة ديال الجبلي، نقدر نزيد من بعد مازال معرفت. المهم غندير دابا غير النص حتى نشوف شحال مازال خاصني. غادي نزيد شويه د الابزار، نديرها شويه. هنا عندي قزبر يابس، غادي ندير واحد معلقه، وغادي ندير الثومه غبره. الثومه غبره علاش غنديرها شويه؟ علاش؟ حيت هي ما مجهداش. كما كتعرفوا في رمضان كتكون مكروه، ف داكشي باش درت الثومه غبره. غادي نخلط، هاد الحشوة هادي كتجي رائعة في المذاق. وغادي نشوف لا جاب الله خاصني مازال جبلي غادي نزيدو. غادي نخلط بيديا، غادي نزيد دابا الطماط الأحمر، هنا عندي فرماج الحمر نخلط مع الموتزاريلا، خرجته قبيله في الكونجيلاتور بصوص طوماط. حكيت غير مطيشه، زدت لها شويه الملح شويه البزار وشويه ديال الثومه الا بغيتو، الا ما بغيتوش بلاش انا ما درتهاش. صافي غادي نزيد غير هنايا غير مطيشه وحده يعني ماشي بزاف، كتعطيها مذاق زوين.
هنايا غادي ندوز باش نبقى نعمر الورقه. الورقه غادي نعمرها الورقه ديال الفيلو على باط فيلو. الطوا ديالتي ها هي واجده، حطيت فيها غير واحد الورق ورقه طويل الا بغيتو. هنايا غادي ناخذ ورقه الفيلو، هذه راه كتباع في المحلات التجاريه الكبرى، مقرمشه ماشي بحال ورقه البسطيله، وكتكون فخاجيل بزاف. تقدروا ديروا ورقه البسطيله الا بغيتوا، اختياري يعني. هذه الحشوه هذه تقدروا تعمروا بها اي حاجه، تقدروا تعمروا بها البحنجه، تقدروا ديروها كورقه البسطيله، تقدروا اللي بغيتوا. انا بغيت ندير هذه حيت كتجي خفيفه بزاف، يعني كتجي هشيشه وخفيفه، واخا هي الصراحه فخاجيل بزاف ولكن ماشي مشكل. اول حاجه كنديرها غادي نقسمها على جوج، هي راه دغيا كتقطع ولكن ماشي مشكل. نخلي هادي هنا على جنب. هنا غادي نبقى ناخد ثلاثة د الوراق، ثلاثة د الوراق ياك، يعني ثلاثة د الوريقات. معرفتش كيبان ليكم، ها صافي دابا كيبان. غادي نبقى ندهنهم بالزبدة، ضروري هي كتبغي الزبدة. غادي نديرها بحال هكا. هادي هاد الورقة هادي راه كتجي خفيفة، يعني واخا تبان ليكم هكدايا كتيرة راه ما كتيرش. ناري عباد الله واحد النحلة عاوتاني دخلت. صافي غير ندور غادي نحطها هنايا، نعاود ندير نفس الشيء، نقطعها هاكم باش تجيني ساهلة. ندهنها هم هكذايا، كندير يديا حيت هكذا اليد كتحكمي فيهم اكثر. يعني غادي نبقى نديهم هكذايا بالبيض، ها علاش كنقول لكم استعملوا اليد حيت الورقه هي كتكون خاجل بزاف. ها هما لي سيجار لي صيبت. بالنسبه لهادو ما غاديش نجي عليهم دابا، من الاحسن تخليهم حتى للدقيقه 90. يعني حتى لاخر دقيقه عاد ديك الساعه دخلوهم الفران، حيت هما كيبغيو يتكالو سخان ومقرمشين. لاباط فيلو الى طيبتيها وعاودتي سخنتيها كتجي خايبه في المذاق. فقبل ما ندخلهم الفران غادي ندهنهم بشويه الزبده، وغادي نرش عليهم هكذا شويه ديال البافون اولا الزنجلان، المهم اللي عندكم، اولا ما ترش عليهم والو كيبقى اختياري. صافي هنايا ساليت، سمحوا لي ما كنبانش حيت ما دايرهش الزيت داكشي باش كنبين لكم على الكوزينه. باقي لي غير شي تفاتف تما خصهم يتغسلوا. هنايا الحراره ديالتي ها هي صافي دورتها، واخا باقي الوقت زعما يلاه الربعه هادي، ولكن المهم غادي نطورها ودورتها وكلشي ونخليها تصفى. هي اللي كنبغي ندير، هي اللي كتعجبني في الحراره الصراحه. كنكون تهنيت وكيبقى لي الوقت لراسي وبقى لي الوقت شحال من حاجه كدار، وشلاضه والعصير غنخليهم حتى لاخر لحظه كاع. هنايا اللي غادي ندير مع دوك لي سيجار اللي صيبت هنايا شويه ديال الشلاضه، ورديتها لكم حيت ما فيها والو، فيها غير الخيار مقطع، مطيشه مقطعه، بطاطا مقطعه مربعات مسلوقه، شويه ديال الخس، شويه ديال الطون، شويه ديال الزيتون كحل حيت كيعجبني. صافي غادي نخليها حتى تقرب، يعني نحطوها
هنايا حتى نقرب نحطها. هذيك الساعه غادي ندير عليها لافوكا، حيت لافوكا كيف كتعرفوا كتكحل. واخا هي نقدر ندير عليها حامض وما يقال لها والو، ولكن فضلت ان نخلي لافوكا حتى الاخر. هذيك الساعه ندير عليها لاصوص، مازال ما عرفت اين صوص غادي ندير الصراحه. المهم حاليا هاني نوجد غير هذه ونخبيها. فكرت انني نقدر ندير عليه شويه الكركاع، كنت قلتها قويله ونسيتها. ندير عليه شويه الكركاع كيجي زوين. ندير شويه د النوازات حتى هو. غادي نزيد عليها شويه ديال الزبيب غير شويه، يعني هكذا كيكون فيها مقويات وكلشي. لافوكا حتى هي يعني كلشي داكشي مزيان. المهم شي حاجه اللي تكون فيها فائده، ماشي غير المعجنات المعجنات المعجنات، كيجي داكشي شويه شويه صعيب. صافي هادشي اللي كاين. انا نسيت نوريكم الفلون، صيبت فلون عادي، فلون ديال الساشيه كيعجبني نتسحر به. غير خليته هنايا حتى يبرد. هنايا الشلاضه ديالي هزيت منها واحد شويه حطيتها هنايا. هذه هي الحلوه ديالنا. المهم انا راه حيتها من المول قبيله، حيتها هزيت من البلاطو زعما، هذا هو البلاطو اصلا. هزيتها بداك البابيي وداك داك السيركل اللي دايره عليه، يعني داك الاطار اللي دايره عليه هزيته وحطيت عليه نيشان في الطبسل. صافي ورجعت للكونجيلاتور، دابا غادي نحطها في الثلاجه. ها نتوما صافي راه تجمعات لينا مزيان مزيان، كتجي بحال هكا، كتجي طبقات زوينه. دابا كتبان لكم دايره شويه هكا حيت التبصيل شويه هابط. ها نتوما شفتوا كيف كتجي من الداخل، كتجي زوينه بزاف. واحد نص ساعه تقريبا غير كنوجد البلاصه ديال الاساس. دوك لي سيجار هنايا في الفران درت غير ثلاثه، حيت حنايا ديالنا مازال ما غادي نطيبوهم حتى نبغيوهم، حيت حنا كيف قلت لكم غادي نبغيوهم العشاء. ها نتوما بانتهم بشويه ديال الزبده ورشيت عليهم شويه ديال البابون. دابا دايره الفران، درتهم في الفران حتى يتحمروا عاد نخرجهم. والله هاد المره غادي تبقاو تشوفوها الافونس حيت حطيت دابا عندك لا تكون سخونه. بلاتي سمح لي حطيت الطبله وعيسى قال لك والو هو خصو ياكل، هو اللي خويت لي الحراره ديال لا زيت برد شويه وديك الساعه كولها صافي. ودابا من مورا الحريره نيشان كنحطو بلاتي نقطع عليك، بلاتي نقطع عليك، بلاتي نقطع عليك طريف، بلاتي نقطع عليك طريف، نقطع عليك طريف وكوب صافي. من مورا الحريره كنحطو نيشان القهوه، راجل القهوه وانا حليب الشوكولات، وغادي ناكلو بيهم زعما ناكلو الحلوه وصافي. هادشي اللي كاين وميعادنا من ورا التراويح ان شاء الله. ها هو العشاء ديالنا. كنهضر بشويه حيت عيسى ناعس، هو ما بغاش يتعشى مازال حيت شرب الحريره وكلا ديك البيضه، يعني ما صافي ما قدرش مازال مسكين عطاتو مازال شويه د الحليب شرب غير شويه قبل ما ينعس. فهادو هما دوك لي سيجار كيف كيجيو، صراحه كيجيو زوينين وحشوه زوينه. وهادي الشلاضه ديالنا، وهادي الشلاضه اللي درت هنا، صيبت عصير ديال الليمون والمانغ وصافي. هادشي اللي كاين، هذا هو السيستم ديالنا كيف كتشوفوا. يعني حتى مورا التراوح عاد كنحطوا العشاء. كيف كتشوفوا يعني في الاول كنحطوا غير الحريره وكنتبعوا ليها القهوه مع شي حاجه حلوه. وديك الساعه وديك الساعه من مورا التراوح عاد كنحطوا العشاء اللي هو شي حاجه مالحه ومع العصير بطبيعه الحال. صافي كنبقاو هكاك حتى للسحور.
صحون الصراحه مازال ما عرفتش شنو غادي ندير. نقدر ندير هذاك خبز عربي نعمرو يعني ندير له بحال شكل تاكوس ولا شي حاجه، مازال ما عرفت الصراحه. المهم هاد الساعه هادي انا نعست قبيله، بديت عيسى ينعس مع ناس مع ديك 9 ونص تقريبا، وبقيت ناعسه حدا شي ساعه تقريبا، يعني دابا هاد 10 ونص عاد انا فقت ودرت هادو في الفران. صافي هادشي اللي كاين، يلا بالصحه والراحه وشكرا لكم على التتبع ديالكم. غادي نقفل الفلوق هنايا حتى الفلوق ديال غدا، نتمنى انكم تشجعوني شجعوني الله يخليكم بلي جام ديروا لي هذا جام، واللي ما مشتركينش يشتركوا باش هكذايا، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كاع الجديد باش هكذايا نتشجعوا ونبقى كنحط لكم لي فيديو يوميا. كاينين بزاف الوصفات الصراحه اللي بغيت نشاركهم معكم، ان شاء الله كنتمنى الله يوفقني ونبقى نحط لكم هكذايا الفيديوهات يوميا. وصافي هادشي اللي كاين هنا، غادي نقفل الفلوق ديال اليوم. كنقول لكم شكرا لكم بزاف وبسلام عليكم حتى الغدا ان شاء الله مع الوحده. ما تنساوش غادي نبقى نحط لكم الفيديوهات دائما مع الوحده. يلا طلعوا لي فلوسكم وبسلام عليكم.